النهاردة أولى حلقاتنا هذا الأسبوع من برنامج الجدعان، وأتمنى أن ربنا يوفقنا أننا نقدم مشروعات ملهمة لكل أصحاب الأفكار والراغبين في إقامة مشروعات. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا من معرض الورق والكرتون والورق الصحي ومواد التعبئة والتغليف، معرض شديد الأهمية. مفيش منتج في مصر أو في العالم إلا لما بيتحط في الورق والكرتون ويتعمل له عمليات تعبئة وتغليف. النهاردة هنقدم لحضراتكم قصص نجاح حقيقية ومشروعات مهمة جدا في هذه القطاعات. معرض ضخم جدا، هو أكثر من معرض تحت سقف واحد. احنا كل سنة بنغطي هذا المعرض، ولكن هذا العام مختلف، هو عام توطين التكنولوجيا. كنا بندور في أروقة المعرض على المصنعين اللي نجحوا في توطين التكنولوجيا، مش عايزين نستورد لا معدات ولا آلات من الخارج، وبالتالي كل من يعمل في هذه القطاعات يستحق كل الدعم والمساندة. النهاردة المعرض شديد الأهمية لكل من يفكر في إقامة مشروع خاص بالورق أو الكرتون أو معدات التغليف والتعبئة، وأيضا في الورق الصحي. خليكم معنا.